وهذا ما أكد عليه سيد السيستاني دام ظله في جلسة مع مجموعة من الخطباء. لا تركز على طرح المعاجز والكرامات، ليس الكلام في إنكار المعاجز والكرامات، ليس هذا هو ليست هذه هي القضية وليست هذه هي المشكلة. القضية أن طرح أي معجزة أو كرامة قد يثير أسئلة عقدية أخرى لا يمكن للخطيب أن يوفيها أو يدافع عنها، فهو بدل أن يتوصل بطرح هذه المعجزة لتعظيم الإمام خلق إشكالات على الإمام لا يستطيع أن يجيب عنها، هذه المشكلة. ومن هنا شو يصير عندنا؟ هسه إن شاء الله ما يزعلون عندنا أهل المنبر. ومن هنا شو يصير؟ أهل المنبر واحد يصعد يقول أهل البيت يعلم الغيب، واحد يصعد يقول ماذا؟ لا يعلم الغيب، واحد يصعد يقول يعلم عندهم ولاية تكوينية، واحد يصعد يقول ماذا؟ ما عندهم ولاية تكوينية، وهكذا. ليش هذا التضارب؟ لأن هؤلاء رجعوا للرواية من غير عرضها على ماذا؟ على كتاب الله، وإلا هذه الروايات لو عرضت على كتاب الله إما تؤيد العلم بالغيب أو ماذا؟ أو تنفي العلم بالغيب، واحدة من إحداهما تصح، لا يعقل هذه صحيحة وهذه صحيحة. فلهذا واللي يدفع الثمن منه عموم الناس هنا. عموم الناس يقولون يصعد عند هذا المنبر يقول له بابا اهل بش يعرفوا جاريه مالته ضاعت ما يدري بها غرفه، هاي روايه بأصول الكافي، وقال روايه بأصول الكافي وصدق اكو روايه بأصول الكافي بهذا المعنى ان جاريتي خرجت ولا اعلم ماذا الان هي وين. واللطيف انه في ذيلها نفس هاي الروايه، لانه هذا الناقل لم يظهر انه ما قال الروايه، لانه في ذيل نفس هذه الروايه كان جالسين اربعه خمسه من الخواص من خرج عموم الناس قالوا يا ابن رسول الله كنا نحن ننسبك الى علم كثير، والله ما كنا ندري الامام مالنا الجاريه مالته طالعه ما يدري وين طالعه. قال انتظروا قليلا، عندما خرج عموم الناس دخل الى غرفه خاصه، هذول الخواصه دخلوا ماذا؟ دخلوا خلفه، بدا الامام سلام الله عليه يقرا له هذه الايه من سوره ماذا؟ ها؟ من سوره الرعد. قال فوالله ضرب على صدره ثلاث مرات، قال ونحن الذين عندنا علم الكتاب كله. إذا كان في سورة النمل كما تعلمون، في سورة النمل عندما نأتي إلى الآية يمكن 30 أو 31 من سورة النمل هناك في قضية وقال الذي عنده علم، ها الآية شو تقول هناك؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. الإمام يستدل بنفس هذا الاستدلال يقول يا فلان إذا كان الذي عنده علم من الكتاب يفعل ذلك فنحن الذي نعلم علم الكتاب كله ماذا نفعل؟ ثم يسأل السائل يقول له يا ابن رسول الله، أو الإمام الصادق يسأل ذاك يقول له أنت تدري هذه من هنا تبعيضية كيف أي مقدار كان يعلم؟ قال لا، كان يعلم بقدر ما يأخذه العصفور بمنقاره من ماء البحر. هالمقدار كان يعد، هالمقدار كان السائل أو ذاك الصحابي أو التلميذ قال ما أقله، قال ما أكثره. ذاك الإنسان من شاف بأنه بمقدار ما يأخذ العصفور بمنقار من ماء البحر، إذن هواي لو قليل، قال ما أقله، قال ما أكثره، لأن الله نسبه إلى العلم. قال الذي عنده علم من الله، يقول عنده علم، أنت تقول قليل هذا، ولكنه بقدر ما هو، ها؟ بهذا القدر. ونحن عندنا علم الكتاب كله، هذا اللي اجى في روايات الحروف عندنا من الاسم الاعظم 72 حرف، وعند ادم حرف، وعند ابراهيم حرفين، وعند احد فلان نبي ثمانيه الى اخره، اما عندنا ماذا؟ 72. وانت اذا ما تقف على معارف القران اخي العزيز واقعا تبقى في مساله الامامه واقعا نبقى راجلين. احنا يمكن لفقيه ان يكون فقيها وهو غير مفسر، كيف؟ كيف؟ عد هنا تقول لي سيدنا اخو احنا نقول الفقيه لابد ان يكون مطلعا على ايات الاحكام. عزيزي والله ايات الاحكام مو جزر منفصله عن باقي 6000 ايه. القران منظومه شنو؟ كلام متكلم واحد. هاي النجاسه هنا لكي تفهمها والشرك لكي تفهمها لابد عشرات الايات الاخرى تفهمها شنو؟ في القران الكريم. هي مو ايه تاخذها هيك جزيره منفصله تقول بابا بدي اشلعها من هنا والباقي القران لكم، مو هالشكل. ومن هنا نحن أطلقنا هذه الجملة وقلنا ما لم يكن مفسرا لا يكون مجتهدا حتى في الفقه الأصغر. هذا مبنى. تقول لي سيدنا لا يوافقونك، أقول ما عندي مشكلة، أنا أقول مبناي هذا. ولذا لمن لم يثبت عندي اجتهاده في التفسير، أنا مو فقط لم يثبت لي أعلميته، لم يثبت اجتهاده عندي، لا أبحث عن كتبه الفقهية، أبحث عن مبانيه التفسيرية
فإن ثبت أنه مفسر عند ذلك أبحث هم يشتغل صاير مفقيه لو ما صاير، فإن ثبت أنه لأن قد يكون مفسر وليس بفقيه، ولكن لا يمكن أن يكون فقيها وليس شنو وليس بمفسر. ولذا أنا في كثير من الأحيان يسألوا فلان أعلم لو مو أعلم مجتهد لو مجتهد، أنا ما محتاج أنه أروح أراجع تراثه أبدا ما أراجع، لأنه هو ده يقول بأنه أنا شنو. لا أرى أن التفسير له مدخلية في الإجتهاد إذا كان لا يرى بعد هو مجتهد في التفسير أو ليس مجتهد، ليس مجتهد. إذن على هذا الأساس بعد ليس بمجتهد عندي على مبناي. واضح صار أعزائي؟ إذن السيد